عقيدة البدء البيجين دكترين، وهي ان من حقنا نضرب اي حد يفكر يبقى عنده سلاح نووي زينا. عمرها ضد العراقيين لما ضربوا المفاعل النووي العراقي سنة 81، وعمرها ضد السوريين في 2007، وعملوها في 2009 لما ضربوا البرنامج النووي الايراني بفيروس كمبيوتر اسمه ستوكسنت. احيانا كتير الظروف او الحظ او القدر ايا كانت شايف الدنيا ازاي بتلاقيهم بيكرمشوا لك خمسينية ويقولوا لك روح شبرق نفسك، انت بقى لك كتير الدنيا جاية عليك. ده بيحصل مع البني ادمين بس كمان بيحصل مع الدول، ويمكن الحكايه دي بتنطبق جدا على القصه بتاعت ميلاد البرنامج النووي الاسرائيلي، اللي الحقيقه زي ما المؤامرات والخداع والمصلحه وقله الادب لعبوا دور علشان يتولد، فكمان ما ينفعش تنكر ان الحظ كان مهم ومهم جدا، ويمكن من غير الحظ ما كانش المشروع ده اصلا حد سمع عنه. زي اي قصه في الدنيا دايما بتبدا ان كان في راجل، ودايما بيكون راجل مش ست علشان الستات حلوين وما بيعملوش غلط خالص. ففي لحظه صفى كده الراجل ده كان قاعد بيشرب سيجاره وقت المغربيه بعد الغداء، بيسال نفسه سؤال وجودي عادي جدا، لقى نفسه بيقول لنفسه هو يجرى حاجه يا واد يا ديفيد لو اسرائيل بقى عندها سلاح نووي والنبي ما يجرى حاجه. مين ديفيد ده بقى؟ وليه اسرائيل لحد دلوقتي بتتهرب من مساله التوقيع على معاهده حظر انتشار السلاح النووي؟ وايه اللي قاله محمد البرادعي رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وقتها لما راح اسرائيل؟ وازاي اصلا موضوع النووي ده بدا مع اسرائيل؟ وايه قصه الحكايه؟ كل اجابات الاسئله دي هي قلب موضوعنا النهارده. واهلا بكم من جديد في البرنامج اللي ملوش اسم لحد دلوقتي ومش ناويين نسميه باذن الله. ديفيد هو ديفيد بن غوريون، اول رئيس وزراء لاسرائيل. كان عارف ان عشان يبقى عنده مشروع نووي كان محتاج ثلاث حاجات. اول حاجه مساعده خارجيه من بلد عندها استعداد تديك العلم والتكنولوجيا النوويه. تاني حاجه فلوس كتير كتير قوي. اخر واهم حاجه ناس بتفهم وعلماء بتبحث يمشوا لك الليله ويكونوا فاهمين هم هيعملوا ايه. الثلاث حاجات دول الحظ مشى مع اسرائيل بشكل مستفز، يحسك ان انت عايز تقول طب ما هي سهله اهي، امال مشروع الطبع معطلك معانا ليه؟ هقول لك على حاجه يا عزيزي. ديفيد بن غوريون هو فعلا وحقا وصدقا ويكون يعني شخصية وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، بس خلينا على الاقل نحاول نبص للدنيا من منظوره هو. وعلشان تقدر تفهمه او تفكر زيه فانت لازم تعيش في الوقت اللي هو عاش فيه. دلوقتي احنا في سنه 52، يعني لسه الحرب العالميه الثانيه خلصانه بقالها اقل من 7 سنين بس، والدمار اللي سببته القنبلتين النوويتين اللي رمتهم امريكا على هيروشيما وناجازاكي واللي انهت بيهم الحرب العالميه الثانيه بجل تدريها لسه موجود، ولسه الناس كلها معلق معاها المحرقه والهولوكوست اللي النازيين عملوها مش بس في اليهود انما كمان في السلاف والغرب والهولنديين والروس. فايه يعني لو اسرائيل بقى عندها نووي ترهب بيه العالم كله؟ اصلا فكره امتلاك قنبله نوويه وقتها معناها انك بقيت دوله عظمى، الناس تخاف تقول لها صباح الخير. حتى انت في سنه 52، يعني من سنتين بس برضه لسه حرب فلسطين خلصانه، انت كاسرائيل كسبتها، بس انت عارف كاسرائيل ان في على الاقل 5 دول عربيه كلهم جيرانك مستنيين اليوم اللي يشربوا فيه من دمك. ده لوحده بيخلي ضيقك يجري على الفكره اللي تتطبق في نافوخك كاسرائيل برضه، واللي هي كاسرائيل انت هيبقى عندي نووي. انا كاسرائيل صاحب الدول العربيه اللي حاربتني ولسه هتحاربني تاني في المستقبل، عدد سكانها اكتر مني، وصاحب الدول دي معاها فلوس اكتر مني، وصاحب الاتحاد السوفيتي واقف ورا الدول دي كلها، بس انا قدرت اقف قدامهم مره. وهيفضل السؤال اللي هياكل دماغ مش بس الجيل اللي عايش في اسرائيل سنه 52، انما كمان الاجيال اللي هتيجي بعد كده، هل نقدر نعملها تاني ونقف قدام العرب تاني؟ طب عشان نعملها تاني محتاجين ايه؟ هنشتغل على اقتصادنا وتعليمنا وتسليحنا، بس في حاجات ناقصه، الحاجات اللي بقى محدش يقدر يمد ايده علينا، وهي القنبله النوويه. بن غوريون بيتعادل في قعدته وهو بيكمل تفكيره وكلام مع نفسه وبيقول طب دلوقتي فلنفترض يعني جدلا ان احنا عايزين يبقى عندنا سلاح نووي، ومال طموح مش عيب، بس احنا هنحتاج ايه؟ احنا هنحتاج فلوس كتير قوي والفلوس دي مش معانا دلوقتي. طيب ماشي، هنحتاج يبقى عندنا ناس بتفهم في المجال. دي صعبه شويه، يعني هنحتاج ناس بتاعت فيزياء نوويه ورياضيات ومهندسين وفنيين وكهربائيين ومولد. الناس دي برضو مش عندنا، بس يمكن اللي كان غايزه في الحته دي بالذات انك لو بصيت على المشروع النووي الامريكي اللي كان بيتسمى مشروع مانهاتن كان ماسكه ثلاثه اللي هم البرت اينشتاين وروبرت اوبنهايمر وادوارد تايلور، ثلاثه بسم الله ما شاء الله يهود مقصرين، بس يهود من اللي بيتقال عليهم ميد ان يو اس اي، يعني صنع في امريكا مش صنع في اسرائيل. طب والحل؟ هو فعلا ما فيش غير حل واحد، وهو ان بلد عندها تكنولوجيا نوويه تيجي تدينا الزتونه وتحطنا على اول الخط، وبعد كده يا سيدي بشويه تفتيح مخ احنا هنكمل. جميل جدا. مين بقى البلد اللي عندها مش بس القدره ولكن الشجاعه انها تعمل ده؟ لان ما تنساش ان البلد اللي هتعمل ده مش بس هتزعل منها الدول العربيه انما كمان هتزعل منها الاتحاد السوفيتي. فتاني مين البلد العبيطه بما يكفي انها تقع في الغلطه دي؟ وهنا يجي دور الحظ يا عزيزي، يجي دور ال 50 جنيه. في الفتره دي فرنسا فعلا كانت مفشوخه في الجزائر. مشكله الجزائر مع الفرنسيين ان وقتها هم ما كانوش بيتعاملوا معاها على انها مجرد مستعمره فرنسيه، زيها زي مستعمرات كتير جدا في العالم. المشكله ان الفرنسيين كان عندهم
حاجه كده في دماغهم الجزائر دي جزء من فرنسا، علشان كده هم مسكوا فيها بزياده شويتين ثلاثه عن باقي المستعمرات اللي راحت منهم بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه. بلس ان الفرنسيين في الوقت ده ما كانوش بيكرهوا في حياتهم حد قد الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه. شوف انا هقول لك، قول على عبد الناصر اللي انت عايز تقوله، بس ما ينفعش تنكر ان ما جاش على تاريخ فرنسا الحديث شخصيات ما كانوش طايقينها زي ادولف هتلر وعبد الناصر. كان واقف وقفه رجاله وعمل دور جدعانه رهيب مع الجزائريين، وده خلى الفرنسيين يعتبروه هو شخصيا تهديد للامن القومي بتاعهم. الفرنسيين سالوا نفسهم مين غيرنا في الدنيا ممكن يكون بيكره عبد الناصر، فلقوا الاسرائيليين في وشهم على طول خبط لازق اول ناس، فقرروا يروحوا يتفقوا معاهم على الاتي. ادونا معلومات نقدر نستخدمها علشان نعور عبد الناصر في وشه، وصاد ان انت يا اسرائيل هتاخدي مننا السلاح اللي انت عايزاه. ولك ان تتخيل ان خلال فتره الخمسينات والستينات محدش كان بيرضى يبيع سلاح لاسرائيل اصلا غير فرنسا بس، هي اللي كانت موقفه اسرائيل على رجليها من ناحيه السلاح. طب وانت عاوزه ايه يا فرنسا؟ الهدف يا عزيزي ان لما تيجي سنه 56 واسرائيل يكون اكتمل تسليحها الفرنسي تعمل احلى دور جدعانه مع فرنسا. اللي حصل ان من غير ولا احم ولا دستور يا عزيزي احنا صحينا الصبح لقينا الاسرائيليين هاجموا سيناء وبيتقدموا لحد قناه السويس. تقوم فرنسا وبريطانيا معتبرين ده سبب للتدخل العسكري في مصر علشان يسيطروا هم على القناه. لسنين فضلت دايما بسال نفسي هي ليه اسرائيل عملت كده؟ فعليا الناس اللي قرت شويه في فتره العدوان الثلاثي هتكتشف ان اسرائيل طلعت من المولد بلا حمص. فالسؤال اللي كان بياكل دماغي فعلا هو ليه لحد ما قررت اعمل السيرش ده ولقيت ان السبب الاساسي اللي خلى اسرائيل توافق بعيدا عن النوايا الثانيه اللي كلنا عارفينها هي ان فرنسا ادتها مفاعل نووي صغير من طراز EL3 وده بشكل هديه بتعمل معاها الواجب يعني. فمن الطبيعي ان اسرائيل كانت ترد الواجب. وبالمره معلش يعني لو العدوان الثلاثي نجح فانا هاخد سينا كلها وكمان فرنسا وبريطانيا هيسيطروا على قناه السويس، وبكده انا ضمنت ان مصر طلعت بره اللعبه لسنين وسنين قدام وابقى خلصت من اكبر دوله عربيه بتهدد وجودي. والاهم بقى ان فرنسا هتحطني على اول الطريق بتاع ان يبقى عندي نووي علشان دي مصلحتها لتامين وجودها في المنطقه. اي حد يجي يتكلم معاها على قناه السويس تقول له ها ارزعك صاروخ يخش في النافوخ، دي احلى 50 جنيه دي ولا ايه؟ دي احلى حظ في الدنيا سيادتك. طبعا كلنا عارفين ان العدوان الثلاثي باظ خالص، وخصوصا لما مش بس الاتحاد السوفيتي انما كمان امريكا والاثنين مع بعض هددوا ان هم هيتدخلوا عسكريا ضد فرنسا وبريطانيا واسرائيل. هنا الاسرائيليين بصوا لنفسهم وقالوا لا بقى احنا عملنا اللي علينا وزياده معاك يا فرنسا، بدانا الحرب زي ما انتوا كنتوا عايزين وسيطرنا على سيناء كلها، فمش هرجع تاني بلدي افقمر عيش. فرنسا لقت نفسها بتقول لاسرائيل طب خلاص يا اسرائيل ما تزعليش، مش انا كنت ناوي اديكي مفاعل نووي صغير، انا هبني لك كمان مفاعل نووي كبير في منطقه ديمونه وهشغله لك بالبلوتونيوم وهديك كمان البلوتونيوم. بس ده مش معناه ان بكره الصبح اسرائيل هيبقى عندها نووي. وخلي بالك الاوفر بتاع فرنسا كان جايبه مشكلتين كبار كمان. اول مشكله ان صحيح المفاعل هتعمله فرنسا ومعاك ان البلوتونيوم هتوفره لها فرنسا، بس علشان تعمل قنبله نوويه هتحتاج لشيء اسمه الماء الثقيل، ودي مشكله مش هتتحل بسهوله لان الموضوع مكلف جدا فوق حدود امكانيات اسرائيل. وتاني مشكله كان الاتفاق ان المفاعل مش هيتبنى ببلاش، صحيح فرنسا هتبنيه بس اسرائيل هي اللي هتدفع ثمنه، واللي كان مبلغ خزعبالي وقتها ما بين 80 ل 100 مليون دولار، والكلام ده كان سنه 56. فالسؤال هنا اسرائيل هتجيب الفلوس دي كلها منين يا مؤمنين؟ ما هم لسه خارجين معلش من حرب كلفتهم كتير. وللمره الثانيه يا عزيزي الحظ بيتدخل علشان المشروع النووي الاسرائيلي يتبنى، وده تجسد في بني ادم اسمه ايف فاينبرج، بزنس مان امريكي يهودي خايف على مصلحه الاسرائيليين وشايف ان هو واحد منهم، لدرجه ان لما حرب فلسطين خلصت فاينبرج هو اللي اقنع الرئيس الامريكي هاري ترومان ان امريكا تعترف بدوله اسرائيل في مقابل انه هيتكفل بمصاريف الحمله الانتخابيه بتاعه ترومان علشان يرشح نفسه لفتره رئاسيه ثانيه. بونجوريون ما لقاش حد يثق فيه زي فاينبرج، يوم يعمل ايه بونجوريون بقى؟ يرفع التليفون على فاينبرج مستقصده في قرشين علشان خاطر برنامج النووي الاسرائيلي، هو متاكد ان الراجل مش هيتاخر. وبالفعل فاينبرج بنفسه لف على 17 مليون يهودي امريكي علشان يجمع منهم فلوس، وفعلا قدر يدي بونجوريون 40 مليون دولار، ودول تقريبا كانوا نص تكلفه المشروع. في الوقت ده امريكا شمت خبر لما واحد من اقمارها الصناعيه عدى فوق صحراء النار وشاف مفاعل ديمونه وهو بيتبنى، ده انت سنتك سودا يا اسرائيل مش هتعدي منها على خير. وعلشان تيجي سنه 1960 ووكاله المخابرات المركزيه الامريكيه CIA تجمع الموضوع ببعضه وتكتب تقرير طويل عريض تقول فيه ان بناء على الصور اللي الاقمار الصناعيه صورتها فواضح كده ان اسرائيل بتسعى يبقى عندها برنامج نووي عسكري، وواضح برضه ان الفرنسيين ما عندهمش مشكله يحطوا اسرائيل على اول السلم. الامريكان رفعوا سماعه التليفون على الفرنسيين، هو انتوا ايه اللي بتهببوه ده بتاع الكرواسون؟ انتوا فاكرين نفسكم امريكان ولا ايه؟ فكان رد الفرنسيين وعلى الطلاق بيعمل ايه دعوه؟ احنا مالناش دعوه، احنا مش في ديمونه اصلا. اي هبل في الجبل. وهنا تيجي سنه 61 ويوصل البيت ابيض رئيس جديد هو جون اف كينيدي، والراجل ده كان ضد فكره ان اسرائيل يبقى عندها برنامج نووي عسكري اصلا. السبب بسيط جدا،
دلوقتي لو مصر مثلا شمت خبر، طب ما اسهل حاجه في الدنيا انهم يجروا على السوفييت ويقولوا لهم ابننا مفاعل نووي زي دايمون، وساعتها السوفييت هيبقى على قلبهم زي العسل، هيعملوا مع المصريين والعرب احلى واجب. والمصيبه ان ساعتها امريكا مش هتعرف تقول للسوفييت سلامات يا ام احمد حتى، وخصوصا لما طلع الرئيس عبد الناصر وهدد وقال ان امتلكت اسرائيل القنبله النوويه فستضطر الدول العربيه الى شن حربها الوقائيه. والموضوع فعلا قلب بخناقه ما يعلم بها لربنا بين الامريكان والاسرائيليين، لحد ما تالت مره الحظ يتدخل لما فاينبرج يتدخل تاني مره. فاينبرج بيتوسط بين بن غوريون وكينيدي ويقعدهم مع بعض في مايو 61، وفي الاجتماع ده بن غوريون صراحه كده كذب على كينيدي وقال له ان اسرائيل مش بتفكر في الوقت الحالي يبقى عندها برنامج نووي عسكري، وان دايمونا ده مفاعل سلمي ليس الا. خلي بالك هم قبل اللحظه دي كانوا بيقولوا على دايمونا ده مصنع رنج اصلا او بطاطا باين ولا صابون حاجه كده. ومش بس كده، فاينبرج اقنع بن غوريون انه يقبل انه وفد من لجنه الطاقه النوويه يروح دايمونا يزور بنفسه المفاعل علشان يطمنوا انه مش مؤهل يعمل قنبله نوويه. وفعلا اتعملت زيارتين، واحده في مايو 61 والثانيه في سبتمبر 62، واتكتب تقرير 2000 للبرنامج النووي الاسرائيلي ده سلمي ومفاعل دايمونا مش جاهز يعمل قنبله نوويه. بدايه من 58 والدنيا بين اسرائيل وفرنسا ما بقتش زبادي خلاط زي زمان، لان في الوقت ده اللي مسك فرنسا فيه كان شارل ديجول، والراجل ده كانت وجهه نظره ان احنا معلش يعني استحملنا الاسرائيليين بما فيه الكفايه، وده خلاه فعليا ينهي التعاون النووي الفرنسي الاسرائيلي. سنه 1963 اسرائيل عرفت تعمل اتفاق سري مع الارجنتين علشان تشتري منها 100 طن يورانيوم خام، او اللي بتوع الطاقه النوويه بيسموه الكيكه الصفراء اليولو كيك. وطبعا هتسالني انت عرفت ازاي ما انت قايل ان الاتفاق كان سري؟ اقول لك ان سنه 64 المخابرات الكنديه هي اللي شمت خبر بالصفقه دي وبلغت الامريكان، اللي لما راحوا سالوا الاسرائيليين قالوا لهم يا باشا لا والله، يعني انتوا ازاي ما مصدقين كلام المخابرات الكنديه؟ هم الكنديين دول فالحين في حاجه غير الكلام ولعب هوك الجليد، شويه مسكنه وملحسه كده علشان يعدوا الموضوع. وامريكا طبعا ابتسمت حبيبتي يا اسرائيل وعدت الموضوع. المهم لو فتحت التقارير اللي كتبتها المخابرات الامريكيه عن البرنامج النووي الاسرائيلي هتلاقيهم سنه 69 بيقولوا ان الاسرائيليين بقوا عاملين زي مراتك اللي قبل ما تتجوزك عمرها ما دخلت المطبخ، بس انت قلت لها ان انت عايز تاكل مكرونه بشاميل، فهي كل اللي عملته انها دخلت على النت جابت المقادير ونزلت السوبر ماركت جابتها ورصتها قدام ولقت نفسها محتاسه. البلوتونيوم موجود، فرنسا وفرته. الماء التقيل موجود، اسرائيل اشترت 20 طن منه من النرويج. المفاعل موجود، نعمل ايه بقى؟ ها؟ نعمل ايه بقى؟ ومش دي المشكله الوحيده، سنه 69 الامريكان كانوا بيسعوا ان اتفاقيه الحد من انتشار الاسلحه النوويه تتمضى، ودلوقتي مش من مصلحه اسرائيل انها تنضي الاتفاقيه دي لسببين. السبب الاول انها كانت قايله لامريكا ان المشروع النووي بتاعنا سلمي وهم مخبيين عليهم انهم عايزين يعملوا قنبله نوويه، بس مش عارفين بتتعمل ازاي، فده هيخلي منظرهم وحش قوي قدام الامريكان. السبب الثاني ان لو اتعرف انهم عندهم برنامج نووي عسكري فكده العرب هيجروا يروحوا للسوفييت ويقولوا لهم انا عايزه من ده حصنبل زي ما كندي كان خايف. طب والحل؟ لرابع مره الحظ يا عزيزي بيتدخل لصالح البرنامج الاسرائيلي في صوره هنري كاسنجر. كاسنجر كان وزير خارجيه امريكا وقت ما كان بيحكمها ريتشارد نيكسون. كاسنجر كان يهودي، بس غير كده هو كان زيه زي ديفيد بن غوريون، شخصيه بنته يعني. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. الراجل ده يوم 26 سبتمبر 69 كان قاعد في المكتب البيضاوي جوه البيت الابيض بين نيكسون وبين جولدا مير رئيس وزراء اسرائيل علشان يتكلموا في مشكله البرنامج النووي الاسرائيلي، وكاسنجر هو اللي مسح كل التسجيلات وكل الوثائق الخاصه بالاجتماع ده علشان ما حدش بعد كده يعرف اللي حصل من الارشيف، لان اللي حصل في الاجتماع ده كان في منتهى قله الادب بصراحه. اللي هقوله دلوقتي مش هبد بل هو اقرب حاجه للواقع، هو ان نيكسون قال لجولدا مير انه عارف ان الاسرائيليين بيحاولوا يعملوا قنبله نوويه بس مش عارف فيه، وان هم مش عايزين يمضوا على اتفاقيه الان بي تي اللي هي الحد من انتشار الاسلحه النوويه، وعشان هو بيحب اسرائيل وخايف على مصلحتها فاللي هيحصل هو الاتي حرفيا. انت يا اسرائيل عايزه امريكي برنامج نووي عسكري؟ ماشي مفيش اي مشاكل، بس سكتم بكتم بقى، ما اسمعش انكم عملتوا تجربه تفجير لقنبله نوويه، ما اسمعش في الاخبار ان حد في الحكومه الاسرائيليه يطلع يلمح ان عندكم سلاح نووي. وفي مقابل ده امريكا مش هتجبر اسرائيل انها تمضي على اتفاقيه الان بي تي وهتعمل لها القنبله النوويه كمان. فضلنا على الحال ده مفيش لا حس ولا خبر عن البرنامج النووي الاسرائيلي، يمكن باستثناء شويه اشاعات من ضمنها انهم وقت حرب اكتوبر اتعمل اجتماع يوم 7 اكتوبر 73 حضر وزير الدفاع موشي ديان ورئيس الوزراء جولدا مائير، وديان اقترح ضرب القاهره بالقنبله النوويه بس جولدا مائير رفضت. وعدت الحرب لحد ما جت سنه 1979 وحصلت حادثه اتسمت حادثه فيلا، لما عمل صناعي امريكي لقى تجربه تفجير نوويه في المحيط الهندي اتعرف بعدها انها كانت تجربه مشتركه بين اسرائيل وجنوب افريقيا. فين وفين سنه 86 عالم صحه على الخبر اللي خلانا نقول او ماي جاد اسرائيل بتعمل نووي فعليا، والكلام بقى مؤكد لما واحد اسمه مردخاي فانون سرب للصحافه الانجليزيه بالصور والمستندات تفاصيل المشروع النووي الاسرائيلي واتحكم عليه بالسجن بعدها 18 سنه بتهمه الخيانه.
الخيانه العظمى، قضى منهم 12 تقريبا. الراجل يعني فاق وفضحهم، ما هو يهودي عربي جزائري مش من اصل وطي زيهم. وقتها طلع محمد البلدي منبه ان امتلاك اسرائيل السلاح النووي ده مش هيفيد باي حاجه غير ان الدول الشرق الاوسط هتحس بالتهديد، ونصح اسرائيل بالتوقيع على معاهده حظر انتشار السلاح النووي. لا يعني بجد الراجل عمل اللي عليه واكتر، انت مستني منه ايه اكتر من كده يعني؟ عايز مش فاهم كبلده يعني. بس خلينا هنا في ميكس الشطاره والاداره. المشاريع اللي زي دي بتحتاج ناس يمكن تكون فاهمه هي بتعمل ايه، يعني يكون عالم مهندس. في حاله المشروع النووي الاسرائيلي الشخص ده كان ارنست ديفيد برجمان، وده كان كيميائي اتولد في المانيا واتخرج من جامعه برلين سنه 34، هاجر لفلسطين سنه 52 واتعين مدير للجنه النوويه الاسرائيليه اللي هي الاي اي اي سي، وسنه 58 اتعين رئيس الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه الاسرائيليه واللي كان اسمها قبل ما يمسكها وحده الابحاث والبنيه التحتيه. واختصارا بالعبري كانت بتسمى ايمنت، بس هو قعد هيكلتها علشان تبقى هيئه تطوير الاسلحه وغير اسمها لرافائيل. وحرفيا دلوقتي رافائيل بقت واحده من اكبر شركات السلاح مش بس في اسرائيل انما في العالم كله. كانت هي المسؤوله عن البرنامج النووي العسكري الاسرائيلي، بس هنا في مشكله صغيره قابلت بن غوريون بخصوص برجمان. برجمان كان مهندس شاطر، بس زيه زي مهندسين كتير ما بيعرفوش يتعاملوا مع بني ادمين عاديين او اقولهم على قدها، ما بيعرفش يشرح ان موضوع الطاقه النوويه ده ممكن ياخد وقت. في الوقت اللي فيه بن غوريون عمال يضغط على برجمان عشان يخلص شغله، كل شويه الاثنين بيتخانقوا مع بعض ومفيش نتيجه، وبرجمان يقول له ما هي مش واحد زي واحد بيساوي اثنين، الموضوع اعقد من كده واصعب. فكان واضح ان البرنامج النووي الاسرائيلي كان محتاج حد يعرف يدير علشان البعثه اللي هم كانوا فيها دي. عارف مين الشخص ده اللي يعرف يدير؟ كان شيمون بريز، اللي بعد كده مسك منصب رئيس وزراء اسرائيل. بحيث ان سنه 55 بريز بقى هو اللي قدام الناس كلها ماسك البرنامج، وتحت منه برجمان. انا بس حابب اختم بان اقول لك ان اسرائيل باعتبارها بلد بنت فهي بانيه استراتيجيتها النوويه على حاجتين. اول حاجه فكره العتامه، وان محدش هناك تلاقيه عايز يتكلم في الموضوع او يفتحه، مش لسبب غير ان لو الموضوع بقى على كل لسان فطبيعي ان دول عربيه تانية تفكر في نفس الفكره اللي جت في دماغ بن غوريون، ليه ما يبقاش عندي سلاح نووي؟ حتى بعد ما مردخاي فانون فضحهم، وده مش فضحهم عادي، ده فضحهم بالصور والوثائق، ما هو اصلا كان شغال في المفاعل بتاع دايمونا. فيحكى ان رئيس الكنيسة السابق افران بورج مره انسحب من لسانه واعترف بان بلده عندها سلاح نووي. فتاني يوم طلعت مطالبات مش بس بعزله من منصبه، انما بتوجيه تهمه الخيانه العظمى ليه، انت متخيل؟ تاني حاجه هي عقيده البنت البيجين دوكترين. المشروع النووي الاسرائيلي من الحاجات اللي انت مش بتبقى عارف تبص لها ازاي او تحس ناحيتها بايه. من ناحيه بتقول يا ولد الهرده ده انتوا الحظ ماشي معاكم ولا السكينه في الجبنه الاسطنبولي، ومن ناحيه ثانيه برضو الاسرائيليين ناصحين وبيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزين. ومن ناحيه ثالثه بقى لولا جشع الغرب علشان ياخد فلوس ما كانش المشروع ده اتعمل. بس برضو ارجع واقول لك ده مش عيب من الغرب قد ما هو شطاره من اليهود. لما الخبراء الحاليين يقدروا الوضع الحالي لمفاعل دايمون الاسرائيلي وجود 2700 عامل وموظف، وانه كل سنه بيصنع ما بين 4 ل 5 رؤوس نوويه، ومع ذلك يبقى في كل هذا التكتم والتعتيم والغموض النووي، يبقى ده في حد ذاته نجاح. جايز يتكشف في وقت مش هتخاف فيه اسرائيل انها تقولها بصراحه ان عندها نووي، وبعين بجحه. ويمكن السؤال اللي انا عايز اختم بيه هو هل هيجي اليوم اللي الدول العربيه يبقى عندها فيه سلاح نووي؟ ممكن في فيديو تاني نبقى نتكلم هو يعني ايه بلد عربي يبقى عنده نووي، علشان الموضوع مش سهل والفرق كبير بين الطاقه النوويه والاسلحه النوويه. يا متعلمين يا بتوع المدارس، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والشير علشان ده اكبر دعم لينا. شكرا ليكم والسلام عليكم.